الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمع المجلس الثاني من مجالس شرح وقراءة كتاب التذهيب وشرح التهذيب لسعد الدين التفتزاني. بدأنا في المجلس السابق الكلام عن مقدمة المنطق، وقلنا بأن المؤلف ضمن المقدمة ثلاثة أشياء: وجه الحاجة إلى المنطق، ومعرفة أو حد أو تعريف المنطق برسمه، وموضوع علم المنطق. وقلنا كذلك بأن المقدمة هي ما يتوقف عليه الشروع في العلم. إذن الشروع في علم المنطق يتوقف على معرفة وجه الحاجة إليه، يتوقف على معرفة موضوعه، يتوقف على معرفته برسمه. إذن هذه أشياء ثلاثة ضمنها المقدمة. وبدأنا في المرة الماضية كلام المصنف عن تقسيم العلم أو شرع في عناصر المقدمة، وبدأ بشيئين معا: وجه الحاجة، وبدأ بوجه الحاجة وتعريف العلم برسمه. فقال: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. شرع في تقسيم العلم لأن تقسيم العلم هو المفضي إلى بيان وجه الحاجة إلى المنطق، وهو المفضي إلى بيان معرفة المنطق برسمه. يبقى نعم شرع في التقسيم لأن التقسيم طريق إلى معرفة وجه الحاجة إلى المنطق، وما وجه الحاجة إلى المنطق يتضمن تعريفه برسمه. إذن شرع في التقسيم فقسمه إلى تصور أو تصديق وتصور. إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. أي التصديق عنده هو إذعان النسبة، أي بسيط كما هو مذهب الحكماء، وخالف في ذلك الإمام وجعل التصديق مركبا إما من تصورات ثلاثة مع الحكم، أو مركبا من أربعة وهي تصور المحكوم عليه وبه، والنسبة الحكمية، والتصور الذي هو الحكم. ثم شرحنا فقط، وإن لم يكن إذعانا للنسبة فتصور، شرحنا فقط هذه القطعة: تصور، تصديق، وذكرنا ما فيها من أسئلة وما فيها من إشكالات، وذكرنا جواب الشارح على ذلك. يعني من هذه الإشكالات، يعني لما قدم التصور التصديق على التصور، والتصور مقدم طبعا، فلما أخره هنا وضعا؟ وقلنا بأننا إذا كنا بصدد التقسيم نقدم التصور، لأن التقسيمات أو التقسيم بحسب الذات، وذات التصور مقدمة على ذات التصديق. فإذا كنا بصدد التقسيم قدمنا التصور. أما التعريف فهو بحسب المفاهيم، ومفهوم التصديق وجودي إذعان النسبة، ومفهوم التصور عدمي وهو عدم الإذعان، وإلا فتصور، والوجود مقدم على العدم. وهنا هو بصدد التعريف فقدم التصديق على التصور، لأن مفهوم التصديق مقدم على مفهوم التصور. كذلك من إشكالات النص لما عبر بالإذعان، قلنا عبر بالإذعان اختصارا في العبارة وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة وبين إذعان النسبة. إدراك النسبة من قبيل التصور، أما إذعانها فهو من قبيل التصديق. كذلك من ضمن إشكالات النص النسبة، إذعان النسبة، كلمة نسبة أليست هذه الكلمة من المشتركات اللفظية؟ إذا كان الأمر كذلك فلا يصح التعريف، أو لا يصح اشتمال التعريف على
لفظي. كلمة نسبة تطلق على الحكمية وتطلق على الإضافية وتطلق على الوصفية، فالنسبة هنا مشترك، والمشتركات اللفظية تصار عنها التعريفات. أجبنا وقلنا بأن هناك قرينة تحدد النسبة أو تحدد المراد بالنسبة. كون المسألة في علم المنطق تحدد أن النسبة هنا حكمية، كذلك لفظ الإذعان يحدد المراد بالنسبة، لأن الإذعان لا يتصور إلا في النسبة الحكمية. هذا ما تكلمنا به في المرة الماضية وتوقفنا عنده بعدما بينا أن التصور أو بينا مفهوم التصور ومفهوم التصديق. قال وينقسمان، ما الذي ينقسمان؟ كلاهما وينقسمان، وينقسمان أي التصور والتصديق بالضرورة، أي بحسب الضرورة، إلى الضرورة وهي التي لا يتوقف حصولها على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة، وقد تصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. بحسب الضرورة أي تقسيم التصور والتصديق إلى قسميه، هذا أمر ضروري، يعني شيء بدهي لا يتوقف على كسب، ولا يقال بأن هذا تقسيم للشيء إلى نفسه، لأنه قال بحسب الضرورة إلى، بحسب الضرورة إلى الضرورة، يعني كأنه يقسم الشيء، يقسم الشيء إلى نفسه، كأن الشيء مرة مقسما ومرة قسيما أو قسما. هذا ليس وارد هنا، لأن انقسام الشيء بحسب الضرورة هذا جهة التقسيم، جهة التقسيم. لماذا انقسم التصور والتصديق كلاهما إلى ضروري ونظري؟ الجهة الحاكمة في ذلك الضرورة، أي أن الضرورة هي التي حكمت بذلك، فهذا ليس تقسيما للشيء إلى نفسه أو جعل الشيء قسما ومقسما في آن واحد. وينقسمان إلى التصور والتصديق بالضرورة، أي كل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، والضروري هو ما لا يفتقر إلى نظر وكسب، وهو مرادف للبديهي عند أكثر المناطق. البدهي والضروري كلاهما بمعنى واحد، وهو ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتصور الحرارة والبرودة، هذا ضروري. كذلك التصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، التصديق بأن الوالد أكبر من ولده، هذه معلومات ضرورية، أي لا يتوقف حصولها على نظر وكسب. إذن ضروري وكسبي أو ضروري ونظري، وينقسمان بالضرورة أي جهة الانقسام هي الضرورة، إلى الضروري ما لا يتوقف على كسب وما يتوقف على كسب، إلى الضروري وإلى الاكتساب بالنظر وهو ما يخالف الضرورة، والنظر هو ما يتوقف حصوله على نظر وكسب أو على نظر واستدلال، كتصور النفس والروح والجن والملائكة. نعم، لا نصل إلى جواب مقنع أو لا نصل إلى تصور مقنع، لكن بمجرد أن تذكر الكلمة أمامنا يعني تذهب أذهاننا كل مذهب. روح كيف تكون؟ نفس كيف تكون هي؟ الملائكة
الجن. هذه تصورات، نعم لا نصل إلى حل، لا نصل إلى صورة مرضية أو ثابتة، لكن الذهن يذهب في هذه الأشياء كل مذهب. إذن كتصور العقل والإنسان والنفس والروح، وقد تصديق بأن العالم حادث، فحدوث العالم ليس ضروريا وإنما نظري، يتوقف حصوله على ترتيب مقدمات أو على ترتيب معلومات. العالم متغير، كل متغير حادث، إذن العالم حادث. إذن ينقسمان بالضرورة إلى الضروري والكسبي كتصور، وإلى الاكتساب بالنظر وهو ما يخالف الضرورة كتصور العقل والإنسان، وقد تصديق بأن العالم حادث، وإنما كان تقسيم التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضروريا، لأنهما لو لم ينقسم إليهما لكان الجميع إما بدهيا أو كسبيا والتالي باطل بقسميه، فكذا المقدم. أشار إلى بطلان التالي هنا إشارة، وفي الرسالة الشمسية فصل هذا البطلان تفصيلا، وأيضا ذكر الإمام الرازي تفصيل هذا في كتابه المعالم، وتبعه الشارح ابن التلمساني، ذكر أن الكل ليس بدهيا والكل ليس كسبيا. لماذا؟ لو كان الكل منهما بدهيا لبطلت العلوم، وما كان هناك داع للتحصيل. أنا أقول العلم كله بدهي، أي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب. إذن لماذا المحاضرات، ولماذا العلم، ولماذا التحصيل؟ الكل بدهي، كلنا والكل يعلم كل شيء، ما الداعي إذن للتحصيل؟ فالقول بأن الكل ضروري فيه إبطال التحصيل، في إبطال العلوم. كذلك لو قلنا بأن الكل نظري، نظري يتوقف على نظري، يتوقف على دليل، هذا دليل نظري، نعم، لأن قلنا الكل نظري لا بديه، الكل نظري، سيتوقف النظر على نظر والنظر على نظر والنظر على نظر، ولن ننتهي إلى ضروري، فيؤدي بنا الأمر إما إلى الدور وإما إلى التسلسل، وكلاهما محال، وفي هذا إبطال للعلوم أيضا. إذن الكل ليس ضروريا والكل ليس كسبيا، بل ينقسمان بالضرورة إلى ما كان مكتسبا بالنظر وإلى ما ليس كذلك. إذن ليس كلاهما ضروري وليس كلاهما نظري. وأما بطلان القسم الأول من التالي، القسم الأول وهو البدهي، وأما بطلان القسم الأول من التالي فلاحتياجنا في بعض التصورات وبعض التصديقات إلى كسب، إلى كسب ونظر كما مر. يعني هذا أمر يعني يجده أي باحث في بعض التصورات والتصديقات تحتاج إلى كسب. لو كانت ضرورية ما خفيت علينا، لو كانت ضرورية ما خفيت علينا، فدل هذا على أنها ليست كلها نظرية كذلك، بل منها ضروري ومنها نظري. وسكت عن الثاني وهو أن الكل نظري لوضوحه أو لوضوح بطلانه. لو كان الكل نظريا لتوقف النظر على النظر ويؤدي بنا الأمر إلى التسلسل، وهذا باطل. وبما أنه أثبت أننا نحتاج إلى نظر في بعض التصديقات والتصورات، إذن أثبت أن منها ضروري ومنها نظري، فكان بغنى عن إبطال الثاني. سؤال الآن، قلنا بأن العلوم ضرورية، إما ضرورية وإما نظرية، هل هناك وسط بين الأمرين؟ هل هناك وسط بين الأمرين؟ ليس ضروريا وليس نظريا.
العلوم الوهبية لا صلة لها بما نحن فيه، لأنها علوم خاصة، ونحن نتكلم عن العلم أو عن الطريق الذي يصلح أن يكون مطروقا للكل. أما العلوم الوهبية هذه فليست للكل، وإنما هي علوم خاصة. وتكلمنا قبل ذلك في دلالة الإلهام، وقلنا الإلهام عند أكثر العلماء ليس مصدرا للمعرفة، ومصدر للمعرفة الخاصة لكن ليس مصدرا للمعرفة العامة. يعني ومشهور هذا عند السادة الحنفية، يتكلمون عن أسباب العلم لا يذكرون منها الإلهام، يذكرون الحواس والعقل والخبر الصادر، مش كده ولا شبه، ويذكرون الخبر الصادر أو من المعصوم أو المؤيد بالمعجزة، لكن لا يذكرون من ذلك الإلهام، لأن الإلهام ليس طريقا للمعرفة العامة، وإنما هو طريق لمعرفة خاصة ولا تقوم به حجة. يعني لا أقول أنا ألهمت بكذا فيلزمك أن تعمل. الإلهام قد يكون حجة في حق صاحبه لكن ليس حجة على الكافة، ليس هذا يعني محل كلامنا. لكن كلامنا الآن فيما بين الضروري والنظري، هل بينهما ثالث؟ يعني النقائض أو الأشياء التي التي على طرف النقيض قد نجد بينها وسطا، كما في الوجود والعدم. هل بين الوجود والعدم الحال؟ طيب هل بين الضرورة والنظر وسط؟ تفضل شباب. وعند غير أهل السنة يمنع العلم المعدوم عند المعتزلة. العلم المعدوم؟ العلم المعدوم. العلم المعدوم. وسط بين الضروري والنظري لديه. وسط بين الضروري والنظري، وهذا فرع عن اعتراف ماذا؟ ليس عند الكل، وإنما عند أبي هاشم تحديدا. لأنه يعني المسألة فرع عن مسألة الحال أيضا، أنه قال بالوسطية بين الوجود والعدم. يعني أذكركم بمسألة، يعني نخرج عن المنطق بعض الشيء. قضية وجود الله هل هي ضرورية أم نظرية؟ إذا قلنا بالضرورة ستعترضون مشكلة، وهي لو كان ضروريا ما خالف فيه أحد من العقلاء، لكن ظهر مخالف. طب لو كان نظريا، لو كان نظريا الدليل النظري يحصل المدلول أو يلزم من العلم به العلم بالمدلول بطريق العادة، بطريق العادة احترازا عمن قال بالإيجاب أو التوليد. خد بالك من الكلام ده يا شيخ باه، الشيخ الكريم اسمه ايه اللي جابه؟ أخونا الشيخ يا شيخ حسن. ده الشيخ حسن صح، يا شيخ حسن وشيخ باهر انتم متخصصين في العقيده. يقولون النظر في الدليل لا يوجب العلم بالمدلول ولا يولده، بل بينهما ارتباط عادي. فاذا قلت بان قضيه وجود الله هذه قضيه نظريه، أي أن الدليل يحصل المدلول، يعني معنى هذا أنه قبل إقامة الدليل القضية ليست موجودة وما قال بهذا أحد. ولهذا توسط، ويعجبني كثيرا ابن التلمساني في تدخلاته هذه، توسط وقال ليس ضروريا وليس نظريا، وإنما هو أمر واضح يعلم بنظر قريب، تنبيه يعلم بنظر قريب. ولو كان لو تنبيه يبقى بدل، فهو قال بنظر قريب ليشير بأن هذه القضية ليست ضرورية وليست نظرية. أيضا يتوسط بين الضروري والنظري قضايا تعلم بنظر قريب، لكن هذه القضية يعني نعم، يعني بما أن المناطق لا يتكلمون
في هذه الأشياء التي تحتمل وتحتمل جاء كلامهم حاسما وقاطعا وفاصلا، الكل إما أو العلم إما ضروري وإما نظري ولا ثالث، ولا ثالث. وهو أي الاكتساب بالنظر، يبقى عندي ضروري وعندي نظري. الضروري معروف، النظري كيف أعرفه؟ كيف أعرفه؟ بالنظر في الضروري، وهو أي الاكتساب بالنظر ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، كملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل المجهول، وكملاحظة المقدمتين المعلومتين لتحصيل النتيجة. والمراد بالمعقول ها هنا المعلوم، فإن العلم في هذا الفن مفسر بحصول صورة الشيء في العقل، احترازا عن العلم في فن آخر وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل كما هو عند المتكلمين. إذا حينما أقول معلوم أي الحاصل في العقل، ليس المدرك إدراكا جازما مطابقا للواقع ناشئا عن دليل، الحاصل في العقل، وإن لم يكن حاصلا في الخارج لتحصيل. والمراد بالمعقول ها هنا المعلوم، فإن العلم في هذا الفن مفسر بحصول صورة الشيء في العقل. إذا أنا أحصل النظري بالفكر بالاكتساب، والاكتساب هذا يستدعي الفكر، والفكر قد يقع فيه خطأ، وقد يقع فيه أي في ذلك الاكتساب الخطأ، لأن الفكر ليس بصواب دائما، كيف وقد يناقض العقلاء بعضهم بعضا، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه، فاحتجنا إلى قانون عاصم مفيد لطرق اكتساب النظريات من الضروريات، وذلك القانون هو المنطق. فعلم من هذا أن الناس في أي شيء يحتاجون إلى المنطق، وذلك ببيان الحاجة المستلزم لتعريف العلم برسمه، إذ يعلم من بيان الحاجة غاية العلم والتعريف بالغاية رسم الله. يبقى ضرب حجرين أو ضرب عصفورين بحجر واحد كما نقول في عبارة واحدة، بيّن غاية أو وجه الحاجة إلى المنطق، وبيّن كذلك تعريف العلم برسمه. نسير معه أو نسير في الطريق التي صار فيها. العلم إما تصور وإما أو تصديق، إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا وينقسمان كل منهما إلى ضروري نظري. الضروري نعرفه، النظري نحصله، نحصله بالاكتساب من النظر في الضروريات، صحيح؟ ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. هذا النظر وهذا الطريق وهذا الفكر قد يقع فيه خطأ، فاحتجنا إلى قانون يضبط هذا الطريق ويعصمنا من الزلل ومن الوقوع في الخطأ. هذا القانون هو المنطق. إذن وجه الحاجة إلى المنطق عصمة الذهن من الوقوع في الخطأ في الفكر. وهذه الحاجة أو هذه الغاية هي نفسها تعريف العلم برسمه، لأن تعريف العلم بالرسم تعريف له بالغاية، وهذه غايته، والغاية رسم. إذن وذلك فاحتجنا إلى قانون عاصم عن الخطأ مفيد لطرق اكتساب النظريات من الضروريات، وذلك القانون هو المنطق. فعلم من هذا أن الناس في أي شيء يحتاجون إلى المنطق، وذلك ببيان الحاجة المستلزم لتعريف العلم برسمه، إذ يعلم من بيان الحاجة غاية العلم والتعريف بالغاية رسم. فلذا أدرج المصنف التعريف في بيان الحاجة كما سيجيء. فهم؟ وأننا ماليزيا إندونيسيا، فهم؟ أتوت ذاك فهم؟ مصريين
واضح؟ وصلت؟ تمام. أفارقة. عفوا. ما فهمت؟ اه ما فهمت. كما قلنا التوسط بين التوليد والمطلق. اه. هذا استطراد. هذا ليس معنى في المنطق. المنطق لا يقول هذا. المنطق يشبه الرياضيات. إما واحد وإما لا شيء. لا يوجد الثالث الوسط. فهذا من باب الاستطراد. إذا كنا نتكلم عن الضرورة في جانب والنظر في جانب، هل بينهما من وسط؟ هذا استطراد. كما نتكلم عن الوجود والعدم، هل بينهما من وسط؟ قال المعتزلة بالحال، وقال الإمام الجويني بالحال، ونقل عن البقلاني هذا لكن لم يثبت. هل نقول بالحال أو لا نقول؟ هذا وسط بين الوجود والمعدوم، أو بين الموجود والمعدوم. بالمثل، هل نقول بالنظر؟ بالوسط بين النظري والضروري؟ قلنا بأن الإمام شرف الدين ابن التلمساني قال العبارة المشهورة عنه: يعلم بنظر قريب، ليس ضروريا وليس نظريا، وإنما يعلم بنظر قريب. نعم. بعد ذلك، والحاصل أن العلم إما تصور ساذج أو تصديق، وكل واحد من التصور والتصديق ينقسم بحسب الضرورة إلى الضروري والكسبي، والكسبي مستفاد من الضروري بطريق الاكتساب، وقد يقع في الاكتساب الخطأ لأن الفكرة ليس بصواب دائما، فاحتيج إلى قانون يعصم عنه وهو المنطق. هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة. بناء على هذا نعرف المنطق بأنه قانون يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير أو في الفكر. صاحب الرسالة الشمسية يعرف، كاتبي القزويني يعرف المنطق بأنه آلة قانونية. كلمة آلة، وإنما كان المنطق آلة لأنه يتوصل به إلى غيره، وهكذا شأن الآلات، ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لما يترتب عليه أو مقصود لغايته. فالمنطق ليس مقصودا، ليس علما من علوم الغايات، وإنما هو علم من علوم الآلات أو الوسائل، هو وسيلة لضبط التعريف ولضبط الدليل. كان المنطق آلة لهذا، وكان المنطق قانونا أيضا لأن قواعده أشبه بالقوانين، والقوانين هي الأمور الكلية التي يندرج تحتها ما لا يعد ولا يحصى من الجزئيات. كما أقول مثلا في القواعد الفقهية المعروفة، قواعد الكلية أو القواعد الأصولية المعروفة، أنه لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة أصولية، أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه قاعدة كلية. فالمنطق يشبه هذا حينما أقول أن الموجبة الجزئية، أن الموجبة الجزئية تنعكس كنفسها. أنا لا أقصد مادة بعينها ولا أقصد مثالا بعينه، وإنما كل ما تحققت الموجبة الجزئية انعكست كنفسها. بعيدا عن بعض الإنسان حيوان، أو بعض الورد بعض النبات ورد، بعيدا عن مادة المثال، المثال فقط وعاء كما يقول البعض، فقط معي قانون، هذا القانون ينطبق على ما لا يعد من الأمثلة ومن الجزئيات. ولذا دائما أقول حينما أتصدى لشرح المنطق، أنا لا أريد أو لا أقصد بشرح هذا تلقينا أو تحفيظا، وإنما أقصد تفهيما، تفهم القاعدة وبعد ذلك طبق كما شئت، ولا تلتزم بالمثال ولا تناقش في المثال، فإن ليس من دأب المحصل أن يناقش في
مثال. المناقشة في المثال ليس من دأبي أو ليست من دأبي المحصلين، وإنما كان المنطق قانونا لأن مسائله كلية منطبقة على جزئيات. كما إذا علمت أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، علم أن كل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان، وكذا في نظائره. فإن قلت المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطأ، بل العاصم مراعاته، فكيف يطلق العاصم عليه؟ يعني حينما أقول قواعد أو قوانين أو علم يعصم، نسبة العصمة إلى العلم ليست على حقيقتها، وإنما النسبة هنا مجازية، أي ليس بنفسه يعصم، وإنما العاصم هو المراعاة، مراعاة القاعدة. وإن شئت قلت العاصم هو خلق الحق جل وعلا العصمة في العبد عقب مراعاة القاعدة. دعنا نكون لنكون متأدبين مع الله، كلنا أزلية ليس كذلك؟ بلى. المنطق يعصم، من العاصم؟ مراعاة القاعدة تعصم، مراعاة القاعدة تقارن العصمة لكن بنفسها لا تعصم، وإنما جرت العادة من لطف الله. ومن مش قادر أتخلى عن أشعريتي يا شيخ، وبرضه ما تريدي برضه، معلش يعني مش قادر أنساه. صحيح نشرح منطق ومفيش مكان ليها، لكن معلش يعني لازم، هو أزهري. فالعلم أو مراعاة القاعدة، لا كنا لسه بنتكلم قبل شوية، الدليل لا يولد العلم بالمدلول ولا يوجبه، وإنما بينهما ارتباط عادي، كلاهما بخلق الله، كلاهما بخلق الله. وأنا يعني تقريبا من أسبوعين كنت أشرح درس التولد الحركة التابعة، هذا أن لا نقول بالتولد. طبعا هذا يعني تنزلا مع المعتزلة، أو على كلامي المعتزلة، أنا أحرك يدي هذا هكذا تتحرك معها حركة الساعة، دي حركة تابعة، وكلاهما بخلق الله، وكلاهما بخلق الله. فمراعاة القاعدة هذا هو الفعل، وعصمة العصمة الآتية من مراعاة القاعدة هو التابع، كلاهما بخلق الله. لكن العبد مكتسب ومباشر في الواقع، أو مباشر في الظاهر، لكن الكل بخلق الله. إذا تعصم مراعاته، العصمة ليست للقاعدة، العصمة في الظاهر لمراعاة القاعدة، أما في حقيقة الأمر فالعصمة لخلق الله جل وعلا، العصمة عقب مراعاة القاعدة. تفهمون هذا؟ جرت عادة الله، جرت حكمة الله، أو اقتضت حكمة الله أن يجري المسببات، أو أن يخلق المسببات عقب الأسباب. قلت هذا الإطلاق مجازي، وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخفى، وإنما كان الشروع إطلاق مجازي خلاص، وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخفى. التأكيد والمبالغة على ماذا؟ على أهمية علم المنطق. هذا مبالغة، وهذا يعني كلمة لطيفة ودقيقة جدا من الشارح. المبالغة تكون على خلاف الحقيقة، أما الحقيقة فإن العاصم هو الله، يعني كأنه أراد أن يقول هذا، مبالغة على خلاف الحقيقة. الحقيقة العاصم هو الله، لكن مبالغة أن نقول القاعدة ومراعاة القاعدة تعصم أو سبب في العصمة. قلت هذا الإطلاق مجازي وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخفى، وإنما كان الشروع في مسائل العلم
موقوفا على بيان الحاجه، لان الشارع في العلم لو لم يعلم الغرض من العلم لكان طلبه عبثا. وعلى تعريف العلم، لانه لو لم يتصور ذلك العلم لما كان على بصيره في طلبه، واذا تصوره برسمه حصل له العلم الاجمالي بمسائل ذلك العلم، حتى ان كل مساله من هذا العلم ترد عليه يعلم انها منه. بين لنا الحاجه الى المنطق، صح؟ وبين لنا لماذا يتوقف الشروع في المنطق على بيان الحاجه، لانني لو لم اكن عالما بما يترتب على دراسة هذا العلم من الفائدة لكنت عابثا في طلبي له. أنا أطلب علم الكلام أو علم التوحيد أو علم الأصول، ما الفائدة؟ والله هذا علم أحصله، ما الفائدة من تحصيله؟ والله لا أعلم. رأيت الطلاب يحضرون والإعلان موجود في الموضوع، فكنت أحضر، عندي وقت، أو أنا في مصر مثلا وليس لي أهل أزورهم أو كذا، أنا وافد منقطع، انقطعت بي السبل، فقلت هؤلاء يحضرون أحضر، ولا أدري ولا أدري ماذا قال آنفا، خلاص. فهذا عبث. أما أقول نعم درس في المنطق، أنا أريد هذا العلم، أريد هذا العلم لأنني أريد أن أفهم، أريد أن أعرف ما هذا العلم، سمعت أن دراسته أو أن مراعاة قواعد هذا العلم تعصم الذهن حصله لهذا. أطلب علم الكلام لأنني بدراستي سمعت أنني بدراستي أتمكن من إقامة الأدلة العقلية على المعتقدات، كذلك أستطيع أن أجابه وأن أرد شبهات الخصوم أو أن أجابه الخصم وأن أرد على شبهاته. إذن عن ذات الله من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه، الذي يبحث فيه عن ذات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه، ويبحث فيه عن السمعيات إلى غير ذلك. إذن معرفة معرفة العلم بحده هي التي تكشف لنا عن موضوعه وعن مسائله، حتى إن كل مسألة من مسائله يعلم أنها منه. فهنا يقول بأن معرفة العلم برسمه، وأقول ها هنا نظر، وإذا نظرنا في حواشي التذهيب وجدنا هذا النظر في محله. معرفة العلم برسمه لا تميز موضوعه ولا تميز مسائله، بل معرفة العلم برسمه هي معرفة أو تعريف له بغايته، وغايته هي وجه الحاجة إليه نفسها. لكن هذا يكون إذا عرفناه بحده. مرة أخرى، وعلى طلبه أو على تعريف العلم نتصور ذلك العلم، لو لم نتصور ذلك العلم بحده لا برسمه لما كان على بصيرة في طلبه، وإذا تصوره بحده حصل له العلم الإجمالي والناطق مثلا والمعلوم التصديقي، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، أي موضوع المنطق، هذان المعلومان لا مطلقا. معذرة يعني قرب السبورة، يعني لا أريد أن أقول حتى قلنا موضوعه المعلوم التصوري والمعلوم التصديق. يعني مثلا إذا قلت حيوان
وقلت ناطق، ورقبت منهما تعريفا لأصل به إلى ماذا؟ الإنسان. هذان معلومان أديا إلى مجهول، ومعلومان تصوريان لأنهما مفردان ليس فيهما نسبة، فهما معلومان تصوريان أديا بنا إلى مجهول تصوري. اتفقنا؟ وعندي مثلا العالم متغير، كله متغير حادث، إذن العالم حادث. هذان معلومان أديا بنا إلى مجهول تصديقا لأن بهما نسبة، العالم متغير نسبنا التغير إلى إذعان النسبة، ها، وكل متغير حادث أيضا به نسبة، فهما معلومان تصديقيان أديا بنا إلى مجهول تصديقي. موضوع علم المنطق هو هذان المعلومان، المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. لا مطلقة، كلمة لا مطلقة تقييد، أي من حيثيات معينة أو من جهة معينة، معلومان تصوريان أو المعلومات التصورية والتصديقية هي موضوع المنطق لا مطلقة، وإنما من جهة إيصالها أو إيصالهما إلى مجهول تصوري أو تصديقي، هذه الجهة التي يكون منها هذان المعلومان موضوعاً لعلم المنطق. إذن وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية لا مطلقة، بل من حيث إن ذلك المعلوم التصوري يوصل إلى مطلوب تصوري أو إلى مجهول تصوري كالإنسان مثلا، فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصوري معرفة وقولا شارحة، وسيأتي هذا في آخر الباب، في آخر باب التصورات. أو من حيث إن ذلك المعلوم التصديقي يوصل إلى مطلوب تصديقي كقولنا العالم حادث مثلا، فيسمى ذلك الموصل إلى فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصديقي حجة ودليلا. فانحصر المقصود الأصلي من هذا الفن في الموصل إلى التصور والتصديق. إذا الموضوع ليس المعلوم التصوري والمعلوم لا مطلقة، وإنما من حيث أو من جهة الإيصال إلى المجهول التصوري والتصديق. لما كان المعلوم التصوري والتصديق موضوعا للمنطق، وإنما كان المعلوم التصوري والمعلوم التصديق موضوعا للمنطق لأنه يبحث في المنطق عن أعراضهما الذاتية، وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع العلم. ما معنى هذا الكلام؟ حيوان وناطق، أنا أبحث في علم المنطق عن جهتي عن إيصال هذين إلى قولنا إنسان، أليس كذلك؟ بلى. لا أبحث عن ماهية أو ماهية الحيوان حيث إنه كائن جسم ينمو يتحرك بالإرادة حساس، لا أبحث عن هذا، ولا أبحث عن النطق بمعنى القوة الناطقة أو القوة التي تأتي في سلسلة القوى كما يذكرها ابن سينا وغيره من الفلاسفة، لا أتكلم عن هذا أصلا ولا يخطر هذا لي ببال، وإنما كل همي أن هذا وذاك يوصلاني
يوصلني إلى المجهول. إذن معنى الإنسان والحيوان هذا أمر ذاتي، وتركيبهما على هذا النحو يترتب عليه أنهما يوصلان إلى المجهول، فالإيصال إلى المجهول عرض ذاتي أو من الأعراض الذاتية لهذين اللفظين، وإلا فذات اللفظين هو المفهوم منهما، المفهوم من حيوان والمفهوم الناطق، هذا ذات اللفظين. لو تسألني عن حيوان أقول الحيوان هو كذا وكذا وكذا وكذا، هذا تفسيره، هذه مائيته. لو تسألني عن الناطق أقول كذا وكذا وكذا، الناطق معناه كذا، القوى الناطقة، أتكلم بهذا الكلام، لكن لا أقول أن وضعهما معا يوصلان إلى الإنسان. هذا عرض ذاتي، والمنطق يبحث عن هذا العرض الذاتي، وما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو موضوع لهذا العلم. مرة ثانية، وإنما كان المعلوم التصوري والتصديقي موضوع المنطق لأنه يبحث في المنطق عن أعراضه أو عن أعراضهما الذاتية. أنا لا أتكلم عن ذات التصور أو ذات التصديق أو ذات المعلومات التصورية والتصديقية، وإنما أتكلم عن إيصال هذا التصور والتصديق إلى المجهول. هذا ما يشغلني في هذا العلم، وهذا الإيصال ليس من ذاتيات المعلومات، وإنما هو عرض ذاتي أو عرض يلزم عن هذا، فليس من ذاتيات التصور أو المعلومات التصورية والتصديقية. وإنما كان المعلوم التصوري والتصديقي موضوع المنطقي لأنه يبحث في المنطق عن أعراضهما الذاتية، وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع العلمي. وإنما قلنا يبحث في المنطق عن الأعراض الذاتية للمعلومة التصورية والتصديقية لأن المنطق يبحث عنهما من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي كما مر، وتلك الحيثية عارضة للمعلومين المذكورين. يعني لو سألتني عن مفهوم الحيوان لا أقول موصل إلى الإنسان، ولو سألتني عن الناطق لا أقول موصل إلى الإنسان، وإنما أقول الناطق وأنصرف إلى التفسير اللغوي للكلمة، وكذا الحيوان أنصرف إلى التفسير اللغوي للكلمة. فصار هذا الإيصال ليس من ذاتيات المعلومين أو ليس من ذات المعلومين، وإنما عرض لازم لهما. وإنما قلنا يبحث في المنطق عن الأعراض الذاتية للمعلومة التصورية والتصديقية لأن المنطق يبحث عنهما من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي كما مر، وتلك الحيثية عارضة للمعلومين المذكورين. ووجه توقف الشروع على موضوع العلم أن العلوم لا تتميز زيادة تميز إلا بتمايز الموضوعات، تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. كان هذا علما وهذاك علم آخر لأن موضوع هذا يغير موضوع ذاك. إذن أقول النبوات تقول علم كلام، أقول معلومات تصورية تقول منطق، أقول الكلمة نحو، أقول اشتقاق تصريف أو صرف، هكذا. إذن فإن علم الفقه مثلا إنما امتاز عن علم أصول الفقه لأن موضوعهما متمايزان، فموضوع الفقه أفعال المكلفين لأن الفقيه يبحث عنهما أو يبحث عنها من حيث الحل والحرمة والصحة والفساد، وموضوع الأصول الأدلة السمعية لأن الأصول يبحث عنها من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها. فلو لم يعلم الشارع أن موضوع العلم أي شيء هو لم يتميز العلم المطلوب عنده زيادة تميز، ولو لم يكن له في طلبه على بصيرة.
انتهينا إذن من المقدمة، بيّن فيها وجه الشروع في العلم، وجه الحاجة إلى المنطق و تعريف المنطق وموضوع المنطق، وهذه الثلاثة مقدمة للعلم. ومقدمة الشيء هي ما يتوقف عليه الشروع فيه، أو مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في العلم. وعلمنا تفصيلا أن الشروع في المنطق يتوقف على العلم بهذه العناصر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نتوقف عند هذا الحد، ونلتقي إن شاء الله في المرة القادمة مع الموضوع الأول من القسم الأول من المنطق والتصورات، وهو فصل في الدلالة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي سؤال؟ نعم. يا شيخ، في المنطق ديان برامبس من اي البلاد؟ اندونيسيا. تعرف برامبس ماذا تعني؟ لا تعرف. ماليزيا، اين في ماليزيا؟ ماليزيون فقط اثنان. أنت ماليزيا برامبوس ماذا تعني؟ كان في المحاضرة معي، يعني برامبوس تعني غور. شوف التقدم. أنت ليس لا تعرف الملوية. برامبوس هذا يعني برة، أو كما قال زميلك غور. تعرف غور؟ أنت في مصر لكم سنة؟ خمس سنوات ولسه ما عرفت جهور. وأنت في مصر لكم سنة؟ سنة واحدة. ما شاء الله ما شاء بقوس. ما شاء الله. تعرف بقوس؟ جيد. تمام. زميلكم يسأل عن الروح، تقول تصور الروح تصور ضروري أم نظري؟ نظري، يعني نشرع في التصور. طب أين نحن من قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ هذا سؤال جيد. الجواب: في علم المنطق ننظر في الأشياء لذاتها بقطع النظر عن القائل. سيأتي في تعريف القضية قول يحتمل الصدق أو الكذبة لذاته. إذا قلت مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال الله تعالى محمد رسول الله، إذا نظرت إلى القائل هذا القول لا يحتمل إلا صدق. لكن في المنطق ننظر للأشياء إلى ذاتها بقطع النظر عن القائل. إذا نظرت إلى هذا القول كقول بعيدا عن قال الله، هو يحتمل صدق الكذب. كذلك الروح نفس الكلام. إذا نظرت إلى القائل، إذا نظرت إلى الآية وأخذت في اعتباري الآية لا أتكلم فيها أصلا. أما نحن فلا ننظر للقائل، وإنما ننظر إلى الأشياء بذاتها. أي سؤال؟ شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا ليس قلمي، هذا قلم الضيف. ظل معي. بعد ذلك اعترض ان الشيخ حسن مش عارف البيت مش شايفه، يعني مش عارف انك حسن ده كله